السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم مروان كراكزات. هذا لا فيديو غادي نعاود واحد لا فيديو اللي ديجا درتها، هي كيف تبدا في التجاره الالكترونيه في المغرب للمبتدئين، شرح مفصل من الصفر. حيت بزاف ديال الاخوان تشكوا ليا من الصوت، يعني انا الصوت فريا، عندك الصوت مشوش، كاليتي ديال الصوت ناقص بزاف. دابا الحمد لله تحت ليا الفرصه باش انا نعاود اون فيديو بالصوت يكون مزيان. دونك في هذا لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش غادي نبداو في التجاره الالكترونيه، يعني البيع والشراء عن طريق الانترنت هنا في المغرب من الصفر. اول حاجه قبل ما نبدا ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا اشنا هو لي كوميرس، يعني نشرحوا لي كوميرس. لي كوميرس هو مول اللي كيتكون من جوج ديال الكلمات، الكترونيك كوميرس، يعني سي لو كوميرس، البيع والشراء عادي، غير انا تزات الكترونيك. شنو كيعني لي كوميرس؟ لي كوميرس هو سي البيع والشراء ديال البضائع اولا ديال السيرفيس اولا ديال الخدمات، يعني اي حاجه نقدروا نبيعوا عن طريق الانترنت. والخلاص هنا كيدوز عن طريق وسائل الكترونيه، يعني كتخلص بون كارت بانكير، باي بال، بيتكوين، يعني اي طريقه ديال الخلاص عن طريق الانترنت. دونك لي كوميرس الشرح ديالو بالضبط هو تبيع وتشري في انترنت، والخلاص كيدوز عن طريق الانترنت. هنا في المغرب يعني البيزنس موديل ديال الدفع عند التسليم او لا بايمو على ليفريزون او لا كاش اون ديليفري، هذا ما كيتسماش فريمون دو لي كوميرس، مي كيتسمى دو لي بيزنس، دو الكترونيك بيزنس. غادي نحاول نشرح كل وحده بوحده باش غير نصححوا بزاف ديال المفاهيم اللي عندنا مغلوطين. دونك لي كوميرس اشنو يقدر ندير انا في لي كوميرس؟ لي كوميرس نقدر نكري واحد لا بوتيك اون لين، يعني نكري واحد السيت انترنيت سواء في شوبيفاي ولا في ووردبريس مع وو كوميرس، يعني اولا ديفلوبي ان سيت انترنيت، يعني كنحطوا لي برودوي ديالنا في هذا لو سيت انترنيت وكنبيعو، يعني لو ستوك كيكون عندنا، يعني الموديل الاول لو ستوك كيكون عندنا كنحطوا السلعه في اون بوتيك اون لين في ان سيت انترنيت وكنبيعو. لقيت فاش كتجينا اون كوموند، يعني السيد كيخلص هو الاول بار كارت بانكير، كنهزو ديك السلعه ديالنا وحنا اللي كنتكلفوا بلا ليفريزون، يعني هذا سي لو بروميير موديل. لو دوزيام موديل دروب شيبين. دروب شيبين اشنو هو؟ دروب شيبين هو كتكري عاوتاني ان سيت انترنيت، يعني بشوبيفاي ولا كديفلوبي ولا بالووردبريس، يعني كيما الاول. هنا لي برودوي ما كيكونوش عندك انت في ستوك، يعني كتقلب على شي فورنيسور سواء في لاشين سواء في المغرب هنا اولا في اي بلاصه في العالم. كاين بزاف ديال لي فورنيسور اللي كيديروا هاد الموديل هذا، يعني ستوك ما كيكونش عندك، كتمشي كدير تصويره ديال لو برودوي كتحطو عندك في لا بوتيك وكتبيع. لقيت فاش كتخلص، يعني كيجي شي كليان كيخلصك، يعني كيخلصك هو الاول عاوتاني بون كارت بانكير ولا باي بال، انت شنو كدير؟ كتهز دوك المعلومات ديال لو كليون وكتصيفطهم للفورنيسور، يعني كتخلص كتهز المعلومات ديال الكليان كتصيفطهم للفورنيسور، كتخلص للفورنيسور، الفورنيسور هو اللي كيتكلف بلا ليفريزون. يعني هنا شنو كدير في دروب شيبين؟ كتاخذ غير المعلومات ديال الناس وكتصيفطهم للفورنيسور، كتخلصو هو كيتكلف لك بلا ليفريزون. يعني هنا دروب شيبين ما كديرش خدمه اللي هي كثيره، الخدمه ديالك هي تجيب كليان. دروب شيبين عاوتاني نقدروا نجبدوا، ماشي غير نقدروا نديروا دروب شيبين ماشي غير بان سيت انترنيت، يعني نقدروا نديروا حتى في ايباي وامازون. يعني مثلا كتاخذ شي سلعه من امازون وكتبيعها في ايباي، يعني لقيت فاش كتجيك اون كوموند في ايباي كتصيفط الفلوس لذاك السيد اللي كاين في امازون وهو اللي كيصيفط عاوتاني السلعه للكليان. عاوتاني تقدر تجيب مثلا شي سلعه من اي بلاصه من الي اكسبريس ولا من اي فورنيسور في العالم، كتحط عاوتاني في ايباي ولا في امازون غير التصاور ديال ديك السلعه. لقيت فاش كيجيوك دي كوموند انت كتصيفط الكوموند عاوتاني للفورنيسور، الفورنيسور هو اللي كيتكلف ليك بلا ليفريزون. يعني دروب شيبين هنا كتاخذ غير المعلومات، كتخلص كتاخذ المعلومات كتصيفطهم للفورنيسور، كتخلص الفورنيسور، الفورنيسور هو اللي كيصيفط الكليان ديالك. ثالث حاجه عاوتاني كاين الماركت بليس. الماركت بليس يلا دويت دابا عليها، هما ايباي وامازون، يعني تقدر تبيع فيهم. الماركت بليس هو بحال قلت لي واحد السوق اللي كيدخلوا فيه بزاف ديال الناس، بحال هنا مثلا في المغرب عندنا افيتو، غير عاوتاني افيتو هنا لو بايمون ما كيكونش اون لين، كيكون اون اسبيس، يعني سي با دو لي كوميرس، كوميرس مي سي دو لي بيزنس. عاوتاني في لي كوميرس شنو كاين ثاني؟ كاين لافيليت. لافيليت هي كيكونوا دي سيت انترنيت بحال الي اكسبريس، بحال بزاف ديال لي سيت انترنيت اللي كيبيعوا، عندهم واحد ستور واحد بوتيك اون لين، هما كيعطيوك واحد اللين
انت شنو كدير؟ كتهز داك لو ليان وكدير ليه بوبليسيتي، كتحاول تجيب الناس يكليكيو على داك لو ليان، واي واحد شرا عن طريق داك ليان كدي فيها اون كوميسيون. يعني هذا هو لافيليت، وكاين بزاف ديال المحاور الاخرين ديال لي كوميرس. علاش شرحت هذه القضيه دغيا؟ حيت كاين بزاف ديال الاخوان كيقول لي انا كندير دروب شيبين ما كنديرش لي كوميرس، انا كندير لافيليت ما كنديرش لي كوميرس. لا، لي كوميرس هو سي ان غران تيتر، وفيه بزاف ديال الاقسام. يعني لي كوميرس اون جينيرال هو اي حاجه فيها البيع والشراء ديال اي حاجه، البضائع، تصاور، فيديوهات، صوت، سلعه، يعني اي حاجه كتباع عن طريق الانترنت. والخلاص كيدوز عن طريق الانترنت. دابا نمشيو للاي بيزنس، الكترونيك بيزنس. الكترونيك بيزنس اشنو هو؟ يعني كما كنديروا هنا في المغرب، يعني كل شيء كيدور عن طريق وسائل الكترونيه، اللي يعني عن طريق ريزو اللي هو انترنت، هو باش كنخدموا بزاف. يعني كلشي كنديروه في انترنت، البوبليسيتي ديالنا كنديروها في لي ريزو سوسيو، الهضره مع الكليان كنديروها عن طريق انترنت، لا جيستيون دو ستوك الى عندنا اون بلاتفورم كنديروها عن طريق انترنت. يعني كلشي كنديروه عن طريق انترنت، الا الخلاص ما كنتخلصوش عن طريق انترنت. هذا هو الفرق بين لي كوميرس ولي بيزنس. ولكن حنا باش ما يكونش عندنا مغالطات، غادي نبقاو ديما في لي كوميرس من ما تطور المسائل في المغرب من هنا لقدام ان شاء الله. يعني الحمد لله كاين تحسن شويه بشويه. حنا غادي نبقاو بهذا لو تيرم ديال لي كوميرس، يعني كيفاش غادي نبداو لي كوميرس ولا البيزنس موديل ديال كاش اون ديليفري، يعني الدفع عند التسليم هنا في المغرب. اوكي، ان شاء الله في هذا لا فيديو غادي نشوفوا المراحل اللي خصنا ندوزو منها. يعني انا شخصيا اللي كنشوف، انا شخصيا اللي خص الواحد يدوز منها، يعني واحد يلاه بادي خص يدوز منها باش يبدا البيع والشرف عن طريق الانترنت او عن طريق لي باج فيسبوك. غادي نعطي المراحل، غادي نحاول نعطي سومير دابا باش نحاول في لا فيديو غادي ندير كل، يعني كل مرحله غادي ندير لها التايمين ديالها في لا ديسكريبسيون، باش حتى الا كنتو عارفين شي مراحل دوزوهم ديريكت وتمشيو للمرحله اللي كتهمكم بزاف. اول مرحله من النظر ديالي هو يعني يلاه غادي تبدا ان شاء الله، صافي ناوي تبدا ان شاء الله. اول مرحله كتبان لي خصك ديرها هو تكري واحد لاكارت بونكير الكترونيك اولا اون كارت بونكير انترناسيونال. غادي تمشي للبنكه ديالك، يعني جميع البنكات في المغرب كنظن عندهم هاد لاكارت هادي اللي كتخول لك انك تشري عن طريق الانترنت هنا في المغرب. دونك غادي تمشي للبنك ديالك، اول حاجه غادي ديرها غادي كوموندي اون كارت الكترونيك اولا اون كارت انترناسيونال. غادي تمشي عند السيد غادي تقول ليه بغيت اون كارت غيشي اللي نقدر نشري بها عن طريق الانترنت. ثاني حاجه غادي نكرييو واحد الكونت مع امانه اولا كيفاش غادي نبداو الخدمه مع امانه. واخا ما تكونش شركه، يعني اون طونك بيرسون، يعني اون طونك شخص تقدر تبدا الخدمه مع امانه. كيفاش غادي دير؟ اول حاجه غادي تمشي الاقرب بريد بنك ليك ولا اقرب بوسطه للحي ديالك ولا اللي قريبه للحي ديالك، غادي تمشي عنده غادي تكري واحد لو كونط اللي هو رخيص، يعني كتخلص فيه واقيلا 100 درهم للعام، شي 100 درهم ولا 200 درهم للعام، يعني سي ان كونط اللي هو رخيص. غادي تمشي غادي تطلب ليه، غادي تقول ليه فوالا بغيت نبدا نصيفط مع امانه اش من كونط غادي نقاد. يعني لو كونط كيتسمى جو بونس كونط سور شيك. كتريح مع السيد غادي تشرح ليه شنو بغيتي بالضبط، غادي تقول ليه فوالا راه بغيت نبدا نصيفط مع امانه السلعه ديالي اش من كونط غادي نقاد. السيد غادي يقاد لك ان كونط وغادي يوجد لك لاكارت ديالك. يعني لي كارت ديال الكارت بونكير الاولى غادي تاخذ لك واحد 7 ايام حتى 10 ايام باش توصلك، لاكارت مع امانه كتعطل شويه واقيلا شي 10 حتى 20 يوم باش توصلك. يعني اول مرحله غادي تمشي غادي تقاد هاد جوج ديال الحوايج. ثاني حاجه غادي تقاد واحد لاباج فيسبوك، يعني كاين بزاف ديال الفيديو عندي في، غادي نحط لكم اللين ديال الدورات الشامله للتجاره الالكترونيه فيها لي ديتاي ديال كاع المسائل هادو. غادي نحط لكم لو لين باش ترجعوا للفيديو تشوفوا كيفاش كل مرحله كيفاش كنقادوها. دونك المرحله الثانيه انا غادي نقاد واحد لاباج فيسبوك، غادي نشوف غادي تقاد لها واحد اللوغو وواحد لا فوتو دو كوفرتور، يعني كلشي هادشي كاين بالديتاي في الدوره اللي غادي نحط لكم في لا ديسكريبسيون. دونك الوقيته فاش غادي نقاد اون باج فيسبوك، المرحله الثالثه اللي هي مهمه بزاف هي نقلبوا على لي برودوي اللي غادي نبيعوا. دونك غادي تحاولوا تمشيو تقلبوا على دي برودوي، يعني نعمروا شويه لاباج بلي برودوي. غادي تشوف مثلا تقلب في انترنت، كاين بزاف ديال الطرق على كيفاش نقلب على ان برودوي، كاينه اون فيديو تاعي غادي نحطها.
ديجا درتها كاينه في لاشين يوتيوب ديالي، غادي نحطها باش تشوفوا كيفاش تقلبوا على دي برودوي. انا غادي نحاول نقلبوا على واحد بين 5 حتى 10 ولا بين 10 حتى 20 برودوي، يعني غادي يكون عندنا الوقت فاش نقلبوا على لي برودوي وشوفوا لي برودوي واحد بواحد، غادي نقلبوا عليهم واحد بواحد. لقيت فاش غادي نقلبوا على نلقاو لي برودوي، غادي نلقاو غادي خصنا نقلبوا على فين غادي نشريو هاد لي برودوي هادو، يعني فين غادي نشريوهم في المغرب هنا. يعني مثلا الا لقينا 10 حتى 20 برودوي يقدروا ما نلقاوش دي برودوي هنا في المغرب، حنا غادي نتكونسونطراو بزاف على لي برودوي اللي غادي نلقاو في المغرب. كيفاش غادي نقلب على ان برودوي هنا في المغرب؟ ديجا شرحتها في بزاف ديال لي فيديو. غادي تقلب في انترنيت، غادي تدوز السميه ديال لو برودوي، مثلا تليفون سامسونج ولا اي برودوي كيما كان، غادي نديرو مثلا تليفون سامسونج ماروك، راه غادي يطيحوا لك لي سيت انترنيت اللي كيبيعوا هاد لي برودوي هادو، ولا تقدر تلقاهم في افيتا، ولا تنزل للسوق مثلا انا في اكادير تمشي لانزكان ولا سوق الحد وتقلب على هاد لي برودوي تشوف شكون اللي كيبيع بالجمله، ولا طلع للدار البيضاء. يعني هنا اول حاجه لي زيده ديال لي برودوي ديجا عندنا في الدماغ، حيت المشكل اللي كيوقع عاوتاني في هاد القضيه ديال لي برودوي، كاينين الناس كيمشيو للسوق ما عنده حتى شي فكره على لو برودوي، كيمشي كيقلب على برودوي، يعني كيتسنى البرودوي يقول ليه فوالا يعني ديني نو. اول حاجه خص تكون عندك افكار ديال لي برودوي باش تعرف، حيت لقيتها فاش كتمشي تقلب في السوق باش تكون عندك في الدماغ ديالك فكره ديال لو برودوي باش تمشي ليه نيشان، ولا تمشي عند كل محل تسولو تهز التصاور ديال لي برودوي وتسولو واش عندك هذا البرودوي، واش عندك هذا البرودوي، واش عندك هذا البرودوي. يعني هذه هي الطريقه باش تلقى تقلب على ان برودوي هنا في المغرب، كيفاش تمشي تقلب في السوق على ان برودوي في المغرب هنا. دونك قلنا غادي نقلبوا على لي برودوي في انترنيت، غادي نحطوهم في لاباج فيسبوك، غادي نمشيو نقلبوا على لو فورنيسور شكون كيبيع هاد لي برودوي هادو. علاش خصنا نقلبوا على لو فورنيسور؟ باش نعرفوا الثمن ديال لو برودوي بشحال كيبيع هو بالجمله، واش عنده لا ديسپونيبيليتي، والا كان في شي مدينه اخرى في شحال ديال الوقت غادي يوصلني داك لو برودوي. يعني هنا ما كنشريوش ان برودوي هذيك، غير كنقلبوا فين كاين. لقيت فاش كنحطوا دوك 10 حتى 20 برودوي في لاباج فيسبوك ديالنا، هنا شنو كنديروا؟ كنقلبوا ليه على اون فيديو اللي تكون زوينه ولا تصاور كنحطوها، كنحطوا اون ديسكريبسيون ديال هذا لو برودوي. لا ديسكريبسيون اشنو كيكون فيها؟ يعني الوصف ديال لو برودوي ولا ديال المنتوج اشنو كيكون فيه؟ كيكون كدوي شويه على لو برودوي، هذا المنتوج اشنو كيدير اشنو كيدير، يعني ما يكونش باراغراف كبير، شويه غير باش تاتيري لاتونسيون، المعلومه راه غادي تكون كامله في لا فيديو. كنقلبوا الوقيته فاش كنحطوا اون ديسكريبسيون، هنا غادي خصنا نحطوا الثمن ديال هذا البرودوي. الثمن ديال لو برودوي كيفاش غادي نعرفوا هذا البرودوي هذا بشحال تقام علينا؟ لقيت فاش كنشوفوا الثمن ديالو، مثلا التليفون هذا لقيناه جمله كيدير 100 درهم مثلا، هنا غادي خصنا نزيدوا ليه لي شارج بشحال غادي تقام عليا، حيت لو تليفون بوحدو هو كيدير 100 درهم، ولكن كاين بزاف ديال لي شارج اللي خصنا نزيدوهم لهذا لو برودوي باش نعرفوا بشحال غادي تقام علينا اكزاكتومون. مثلا هذا لو برودوي كاين عند واحد الفورنيسور اللي كاين مثلا حدايا، باش نمشي عند هذا الفورنيسور خصني نشد الطاكسي الي روتور 5 درهم، الي 5 درهم روتور، واحد 10 درهم ولا 15 درهم ديال ترونسبور غير باش نجيبو، يعني كنزيدها. احنا وصلنا مثلا 110 درهم. ابري كنزيدو لي فري ديال لا بوبليسيتي. لا بوبليسيتي في الاول ما غاديش تعرف بشحال غادي تقام عليك، حيت حتى من بعد انت كتعرف بالضبط بشحال كطيح عليك، ولكن انا غالب الاحيان كنحط الثمن ديال لا بوبليسيتي كنحط لها بين 10 حتى 20 درهم. مثلا كنقول في لا بوبليسيتي باش نبيع واحد البرودوي غادي تقام عليا ب 20 درهم، يعني احنا دابا وصلنا 130 درهم. من بعد كنشوفوا الثمن ديال التوصيل، الوقيته باش يعني دونك ترونسبور باش تجيبو لا بوبليسيتي، هنا كتزيد شويه ديال لي فري ديال الانترنيت التليفون شنو هذا اخرين كتزيدو كاملين، كتزيد واحد 5 5 5 نقولوا نزيدو واحد 20 درهم ديال لي فري اخرين، يعني احنا وصلنا دابا 130 40 50 60 درهم مثلا، 150 درهم مثلا. عاد هنا كنزيدو 60 درهم ديال التوصيل ديال الامانه باش غادي نصيفطو للكليان، يعني كنزيدو 60 درهم بعد لو برودوي هذا تقام علينا ديك 100 حتى 150 حتى 180 200 درهم. يعني هذا البرودوي دابا ماشي ما تقامش عليا ب 100 درهم، ما تقام عليا ب 200 درهم، نقولوا حنا 180 درهم، دونك هذا البرودوي هذا تقام عليا ب 180 درهم. دابا لقيت فاش كنعرف بشحال تقام عليا اكزاكتومون، هنا كنحط ليه الثمن باش بغيت نبيع، انا كنزيد لا مارج ديالي، انت نتوما على حسابكم على حساب لو برودوي، يعني كتشوف بشحال غادي يتباع. دونك باش نعرف بشحال غادي نبيعو، اول حاجه خصنا نديروها خصنا نقلبوا في انترنيت نشوفوا الناس اللي كيبيعوا نفس البرودوي في لي باج فيسبوك، يعني نشوفوا الناس لي باج فيسبوك اخرين بشحال كيبيعوا هذا البرودوي هذا.
نشوفوا مثلا لو برودوي تقام عليه 180 غادي تلقى شي واحد كيبيعو غير ب 150 درهم، غادي تلقى بنادم كيبيعو ب 300 درهم، غادي تلقى بنادم كيبيعو ب 250 درهم. انت كتشوف لي بري كاملين، كتشوف لو بري اللي كيتعاود بزاف وكتحاول دير نفس لو بري اولا تزيد عليه شويه، يعني ما اولا تنقص شويه، يعني ما تنقصش بزاف وما تزيدش بزاف. يعني الا ما الا كان شي برودوي اللي ما دايرش انا تقدر تزيد، يعني ما كيبيعوش الناس بزاف يعني ما معروف انا تقدر تزيد لو بري. ولكن الا كاين شي برودوي اللي معروف في السوق وشافوه الكليون بزاف انا كتحاول تالينيا مع لي بري اللي كاينين، يعني ما تزيدش بزاف وما تنقصش بزاف وكتزيد على حساب انت لامارج ديالك اللي بغيتي. دونك انا قلنا مثلا هاد لو برودوي تقام علينا 180 درهم، لقيناه في السوق ابلو بار كيبيعو 250 درهم، حنا غادي نديرو ليه 280 ولا 299 درهم. دونك انا حطينا لو برودوي من بعد اشنو غادي خصنا؟ غادي خصنا نكرييو فيسبوك ادز. دونك لا فاز الرابعه هي نكرييو فيسبوك ادز، يعني ناكتيفيو فيسبوك ادز. كيفاش غادي ناكتيفي فيسبوك ادز؟ كاينه اون فيديو عاوتاني في الدوره الشامله كيفاش تاكتيفي فيسبوك ادز. دونك هاد فيسبوك ادز باش غادي ناكتيفيوها؟ غادي ناكتيفيوها بلا كارت اللي قدينا في الاول عند البنك ديالنا، ديك لا كارت بونكير اللي قدينا في الاول هي باش غادي ناكتيفيو فيسبوك ادز. يعني لا كارت غادي تاخذ لنا واحد 7 ايام حتى 10 ايام باش توصلنا. في ديك 10 ايام غادي نقادو فيها باج فيسبوك ديالنا، غادي نقلبوا فيها على لي برودوي، غادي نقلبوا فيها على الثمن ديال لي برودوي، يعني داكشي متسلسل مزيان. الوقيته فاش كنسالي مثلا دوك المسائل كامله بما توصلني ديك لا كارت، وبديك لا كارت هي باش غادي ناكتيفي فيسبوك ادز وغادي نلونسيو اول حمله اعلانيه ديالنا. يعني الحمله الاعلانيه الاولى غادي نحاولوا نلونس نديروا لا بوب الواحد 3 ولا واحد 4 ولا واحد 5 ولا غير واحد لو برودوي على حساب البيدجي ديال كل واحد. ما احسن حاجه هو نلونسي واحد 5 على حساب البيدجي، يعني انا كنظن بين 5 حتى 10 باش يلاه يبان واحد لو برودوي مزيان. دونك الوقيته فاش كيدخلوا لا ميساج في ان برودوي، يعني سي ان برودوي اللي هو مزيان نكملوا فيه، الا ما دخلوش لا ميساج في ان برودوي غادي نحبسوه. يعني قلنا انا غادي انفيستيو 5 دولار في كل برودوي، غادي نطلقوا لا بوبليسيتي واحد يومين، يعني غادي تقام علينا بواحد 10 دولار لكل برودوي، 10 دولار مضروبه في 5 ديال لي برودوي غادي تقام علينا تقريبا في الاول واحد 50 دولار، يعني غادي خصنا واحد 500 درهم ديال لا بوبليسيتي في الاول. مزيان. المهم شويه بشويه ونشوفوا نيت شحال البيدجي اللي غادي خصنا باش غادي نبداو. يعني في الاول دابا قلنا غادي تخصنا واحد 500 درهم ديال لا بوبليسيتي. دونك من بعد ما كنساليو هاد لي زيتاب، هادو هما المراحل الاولين، يعني كاين المرحله اربعه ديال المراحل اللي هما الاولين، يعني قبل ما نبداو في البيع هاد الشيء اللي خصنا نديرو في الاول. من بعد ما كنلونسيو لا بوبليسيتي، يعني لونسينا خمسه ديال البوبليسيتي ديال خمسه ديال لي برودوي لمده يومين 5 دولار كل برودوي، هنا غادي يبانوا لينا النتائج. الوقيته فاش غادي يبانوا لي ميساج بزاف في واحد لو برودوي، يعني الناس كيكومونديو واحد لو برودوي، غادي يحبسوا ولا جوج ولا ثلاثه على حسب، ولا يقدر ما يطلع حتى واحد. حنا غادي نقولوا مثلا طلع واحد لو برودوي في هاد الخمسه، طلع واحد. هنا لا فاز الخامسه يعني اللي خصنا نديرو هو لا ميساج اللي كيدخلونا في واتساب اولا في ميسنجر ديال لاباج فيسبوك، خصنا نتريتيهم واحد بواحد، يعني وما خصناش نتعطلو عليهم. هنا حاجه مهمه بزاف، الواحد الا كي صيفط ان ميساج في فيسبوك كيتسنى الجواب ديك الساعات، فهمتي؟ يعني خصنا نكونوا شويه رياكتيف مع لي كليون اولا ما نتعطلوش عليهم بزاف، يعني ما نتعطلوش عليهم نهار يومين. يعني الا صيفط مثلا شي واحد شي ميساج بالليل مع 12 الليل وانت كنتي ناس، بالصباح مع 8 الوقت فاش تفيق حاول تجاوب على لي ميساج كاملين وتحاول تاخذ دي كوموند. مثلا قلنا طلع واحد لو برودوي، يعني هذه دابا المرحله الخامسه، غادي نتريتيو لي ميساج واحد البرودوي جاو فيه لي ميساج بزاف، غادي نحاولوا ناخذوا دي كوموند من هاد لي ميساج. مثلا دخلوا واحد 50 ميساج وبدينا كندويو مع دوك 50 واحد وخدينا واحد 20 كوموند في ديك 50 ميساج. يعني كاين طرق باش تدوي مع الناس، نحاول نلوح اون فيديو على يعني باش ما تكونش الهضره بزاف، حيت كاين بزاف ديال الناس كيقولوا لي باللي الناس اشنو كيديروا، كيديروا مع بزاف، كاين اللي كيديروا مع نهار كامل وفي الاخر ما كياخذش كوموند. يعني كاين هذا المشكل في ديال لا كومونيكاسيون، غادي نحاول ندير ان شاء الله في هذه السيمانه ان شاء الله اون فيديو اللي ندوي فيها على كيفاش ندويو
مع لي كليون عن طريق انترنت. يعني نحاول نحط ان سكريبت باش ما تكونش الهضره كثيره بزاف, يعني تكون ليميتي. يعني كيفاش حنا نتحكموا بديك لا كونفرساسيون مع لو كليون, كتعطيه سؤال كيجاوب, كتعطيه سؤال كيجاوب, كتقول ليه صيفط لي المعلومات ديالك. دونك غادي نشوفوها في فيديو ان شاء الله في هاد لا سيمين بوحدها. دونك هنا قلنا كنتريتيو لي ميساج وكنحاولوا ناخذوا لي كوموند. لي كوموند باش تاخذ اون كوموند عند ان كليون اشنو كتطلب ليه؟ كتطلب ليه السميه والكنيه ديالو, كتطلب ليه النيميرو التليفون, كتطلب ليه العنوان ديالو والمدينه ديالو. يعني هاد خمسه ديال الحوايج. الوقيته فاش كناخذوا هاد المسائل, هاد المعلومات ديال الكليان, فين كنقيدهم؟ انا بيرسونيلمون كنقيدهم في جوجل شيت. يعني عندي ان سيستيم, دونك غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله في هاد الايامات الجايه. غير يسالي مزيان غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله. فور لو مومون غادي نخدموا حنا بجوجل شيت. يعني جوجل شيت راه درت عليها اون فيديو, هو سي ان طابلو اكسل اللي كتخدم عليه سواء بالتليفون او لا بالبيسي. غادي نحط لو ليان ديالو حتى هو. كتحط المعلومات ديال الكليان في هاد جوجل شيت اولا كتحطهم في مذكره. المذكره والوراق كيتجلاو, انا كنفضل ديما سيستيم كوم سا ما كيتجلاش. دونك كنحطوا لي كوموند, يعني الكوموند الاولى السيد فلان فلاني, السيده فلان فلانيه. كنحطوا قلنا خدينا 20 كوموند, يعني غادي نحطوا هاد 20 ديال لي كوموند. هنا واحد الغلط كيديروا بزاف ديال الاخوان, لقيت فاش كيشدوا لي كوموند كيوجدوا السلعه وكيصيفطوها. لا, كاين واحد المرحله قبل ما دير هذه القضيه هذه. قبل ما تصيفط كوليه, يعني قبل ما تصيفط لو برودوي لي كليون ديالك, اول حاجه غادي ديرها غادي تعيط عليهم واحد بواحد. يعني كتحط لي كوموند كاملين, كتعيط على لي كليون واحد بواحد. انا سي لا فاز دو كونفيرماسيون ديال لي كوموند. يعني هذه هي لا فاز السادسه. هنا كنكونفيرميو لي كوموند مع لي كليون. اول حاجه علاش خصني نعيط عليهم؟ خصني نعيط عليهم باش نشوف ديجا واش النمره اللي عطاني واش خدامه ولا لا. يعني لقيتها فاش غنعيط عليه الا جاوبني مثلا كنقولي السلام عليكم, معك فلان ديال لاباج فلان فلانيه, كومونديتي عندي لو برودوي فلان فلاني, كنعيط عليك باش نكونفيرمي معاك لا كوموند ديالك. مرحبا, ان شاء الله غادي تكون عندك من هنا يومين ثلاث ايام خمس ايام على حسب امتى غادي تكون عنده. يعني كندوز عليهم واحد بواحد. فهاد ال 20 واحد يقدر 10 جاوبونا و10 ما كيجاوبوش. مثلا دوك اللي ما كيجاوبوش اشنو كنديروا؟ هادو كنصيفط لهم ان اس ام اس. يعني حيت بعض الخرات كتعيط عليك انت شي نمره ما كتعرفهاش ما كتجاوبش عليها. هنا نفس الشيء بالنسبه لك. انا شنو غادي نديروا؟ غادي نصيفطوا لهم دي اس ام اس. فوالا, السلام عليكم, معك مروان ولا فلان ديال لاباج فلان فلانيه, كومونديتي عندي واحد لو بروبلي فلان فلاني, الله يخليك عيط عليا باش نكونفيرمي معاك لا كوموند ديالك باش نصيفطها لك ان شاء الله. انا بهاد الطريقه هادي تقريبا 50 بيرسونيلمون لقيت فاش كندير هاد الطريقه الكليان كيعيط عليا اوتوماتيكمون ولا كيعيط عليا من بعد ساعه ولا ساعتين. كاين الناس اللي كيعيطوا واللي كيسمح ليا راه ما عرفش النمره هادي يعني ماشي مشكل. فوالا, راه السلعه ديالك غادي نوجدوها باش نصيفطوها لك ان شاء الله. كاين في العشره اللي ما كيجاوبوش كاين واحد الخمسه ولا واحد الجوج اللي ما غاديش يعيطوا كاع. هاد الجوج شنو غادي دير لهم؟ غادي تصيفط لهم ان ميساج فين دويتي معاهم, واش في واتساب ولا في فيسبوك. يعني حتى في الوقيته فاش كتقيد لي كوموند خصك تزيد واحد لاكاز اللي كتشوف منين دخلتك لا كوموند, واش من فيسبوك ولا من واتساب, باش تعرف دغيا فين تمشي تقلب عليه. حيت الا عندك 100 كوموند باش تقلب في واتساب وتنقز الفيسبوك انا كتجي شويه قاصحه. هنا كتشوف ديريكت في كتحط منين دخلتك ديك لا كوموند, واش فيسبوك ولا واتساب ولا في السيت ولا المهم على حسب. هادوك اللي ما كيجاوبوش على لي ميساج انا كترجع للفيسبوك او للواتساب كصيفط لهم ميساج كتقول ليه فوالا راه كنحاول نعيط عليك ولكن التليفون ديالك ما خدامش ولا الريزو ما كيدوش. المهم كتشوف شي اكسكوز, واش بغيتي ديك لا كوموند؟ لا خليك عطيني نمره جديده باش نقدر نعيط لك فيها, ولا الله يخليك عيط عليا النيميرو التليفون ديالي, عيط عليا فهمتي, خص ضروري عيط عليك في النيميرو التليفون. علاش لو نيميرو التليفون خصو يكون اكزاكت؟ حيت هو اللي غادي نديرو في لو روسي من بعد, هو فاش غادي يعيط لو ليفرور للكليان. يعني لو نيميرو تليفون خصو يكون خدام 100%. دونك هنا لا فاز السادسه قلنا غادي نكونفيرميو لي كوموند. مزيان, لقيت فاش كنكونفيرميو لي كوموند هنا اشنو غادي نديرو؟ مثلا في هاد ال 20 قلنا دخلت لينا 50 ميساج, 20 واحد صيفطوا لينا السميات والكنيات ديالهم, ولكن 15 واحد ولا غير 10 الناس هما اللي كونفيرموا. مثلا 10 الناس هما اللي كونفيرموا. دونك هنا عندي 10 ديال لي كوموند كونفيرمي. اشنو كندير؟ كنمشي كنجيب السلعه. انا غادي نجيب 10 ديال الحبات من داك لو برودوي اللي كنبيه. يعني الا كان حداك راه غادي تمشي ديبلاصا وتشري 10 ديال الحبات,
الا كان فشي مدينه اخرى راك تعيط على السيد باش يصيفط لك دوك 10 ديال الحبات. انا عاوتاني غادي نشوفوا شحال غادي خصنا ديال الفلوس. مثلا قلنا عندنا 10 ديال الحبات، لو برودوي تقام علينا نقولوا ب 30 درهم ولا ب 50 درهم. يعني انا لو برودوي باش نشري كيتقام عليا ب 50 درهم بالترونسبور ديالو بكلشي، باش نمشي مثلا عند الفورنيسور في السوق اولا باش يصيفطوا لي شي واحد من شي مدينه اخرى، غادي تقام علينا ب 50 درهم لو برودوي بلا ليفريزون ديالو بكلشي. يعني قلنا 10 ديال لي كوموند كل حبه كل برودوي كيدير 50 درهم، يعني هنا غادي تخصنا 500 درهم. يعني 500 درهم ديال لي برودوي زائد 500 درهم ديال الادز الاولانيه. دابا في الانفستيسمون داكشي اللي غادي خصنا باش نستثمروه احنا وصلنا واحد 1000 درهم مزيان. دونك هنا كنمشي كنعيط على كنمشي عند لو فورنيسور. لو فورنيسور هو السيد اللي كنشري من عنده. كنمشي عندو كناخد عندو دوك 10 ديال الحبات كنجيبهم كنحطهم عندي. الوقيته فاش كنحطهم انا هاد لي برودوي خصني نديرهم ان امبالاج، نحطهم في واحد الامبالاج. القضيه ديال الامبالاج عاوتاني الوقيته فاش كنمشي للامانه كنشوف بزاف ديال الاخوان كيديروا واحد الامبالاج اللي هو خايب بزاف، كيدير شي ميكا كحله، كيدير لي داك السكوتش بزاف ولا شي كرتونه، كيدير لي داك السكوتش زعما على ود الترونسبور ما يوقعش لها شي حاجه. انا لومبالاج باش تعرفوا الاخوان هو واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف ان بيزنس، حيت هو ليماج، هو اول حاجه غادي يشدها الكليان هو داك لومبالاج. يعني الا شاف لومبالاج خايب كامل وعوج كامل بالسكوتش يعني بواحد الطريقه اللي ماشي هي هذيك، انا كيكون شويه ديال لي شيمي ازاز. دونك لومبالاج كاين بزاف ديال الطرق باش نديروا ان لومبالاج اللي هو زوين وصحيح. كاينه اون فيديو راه درتها عاوتاني كاينه في لاشين يوتيوب، وكاين بزاف ديال الاخوان اللي كيبيعوا ان امبالاج اللي هو زوين، كريتينات اللي هما زوينين واللي كيعطيو واحد يعني واحد المظهر وكيحافظوا على وصحاح يعني وكيحافظوا على لو برودوي. احسن حاجه هو شري ان امبالاج رخيص كيدير بين جو بونس بين 2 دراهم حتى 4 دراهم، يعني شي حاجه اللي هي رخيصه كدير فيه لو برودوي ديالك، كتحط دوك 10 ديال لي برودوي. يعني غادي خصنا عاوتاني نقلبوا على لومبالاج 10 ديال لي زومبالاج، نضربها نقولوا كيدير مثلا 5 درهم الترونسبور ديالو بكلشي، غادي تخصنا واحد 50 درهم ديال لومبالاج. عاوتاني احنا وصلنا 1050 درهم، يعني كل ما كنزيد كل ما كنشوفوا شحال غادي خصنا في الاول ديال البيدجي في الاول. دونك كنزيد داك لومبالاج كنديروا فيه داك لو برودوي ديالنا، كنديروا ليه السكوتش ديالو مزيان. ابخي هنا غادي خصنا نعمروا دوك لي بوردورو ديال الامانه. دوك البوردورو اللي كان عندي هنا ما بقاش، غادي خصنا نعمرو ان بوردورو ديال الامانه. البوردورو ديال الامانه او الروس ديال الامانه فين غادي نلقاه؟ بزاف ديال الاخوان كيقولوا لي فين غادي نلقاه، واش كيتباع ولا غراتوي؟ يعني البوردورو ديال الامانه هو سي غراتوي، كتمشي للامانه كتقول ليه بغيت قدا وقدا ديال لي بوردورو ديال ولا ديال لي روسو، ولا كتمشي لاي بوصه يعني جميع البوصات كاينين فيهم دوك لي بوردورو، كتمشي كتاخد عندهم دوك لي بوردورو وهنا كتعمر داك لو بوردورو ديال الامانه. دونك هنا الروسو ديال الامانه اشنو كيكون فيه؟ يعني عندي هاد ليكزومبل هذا ديال الروسو ديال الامانه هكا كيكون، يعني كيكون فيه يعني هكا دايره الروسو ديال الامانه، كتمشي كتشد المسائل ديالك عند البوسطه اولا عند امانه. هنا اشنو كنديرو في هاد لابارتي هادي؟ كنعمرو لي زانفورماسيون ديالك، يعني حنا دونك هنا المرسل يعني ليكسبيديتور، يعني انت غادي تعمر السميه والكنيه ديالك. هنا كدير يعني في هاد لابارتي هادي كدير السميه والكنيه ديالك انت، النمره ديال التليفون والعنوان ديالك انت. هنا في هاد لابارتي هادي كدير المرسل اليه، يعني كدير المعلومات ديال الكليان ديالك، يعني كدير جميع المعلومات ديالو هنا، كدير السميه والكنيه، كدير العنوان ديالو، وهنا كدير النيميرو تليفون ديالو، وهنا كدير المدينه ديالو. يعني في الاخر المهم ماشي مشكل الا خرجوا من الكادر، يعني حيت بعد خطره كيكون لادريس شويه طويله، يعني ماشي مشكل الا خرجتي من الكادر، المدينه والنمره التليفون خصهم يبانوا مزيان والسميه ديالو حتى هي تبان مزيان. مزيان هاد لابارتي هادي هنا كنعمرو الثمن باش بعتي، يعني قلنا لو برودوي في الاول قلنا غادي نبيعوه ب 299 درهم، يعني داخله فيها الترونسبور داخل فيها كلشي، يعني كنديرو هنا الثمن الاجمالي يعني 299 درهم. لا لا اسمحوا لي غلط، ماشي هنا ماشي هنا ديزولي، ندير هكا اسمحوا لي
هنا فين كان يعني مقابل التأدية كونتر رومبورسمون، يعني هنا فين كنديروا لو بري باش بان. من بعد هنا كنديروا لو نيميرو دو كونت اللي خدينا من بريد بنك في الاول، يعني داك لو كونت اللي كرينا في الاول في البوسطه، هنا فين غنديروا ديك داك لو نيميرو دو كونت في هاد لابارتي هادي. يعني كاين ثلاثه ديال لي بارت، اربعه ديال لي بارتي اللي كنعمروهم. من بعد كناخذوا هاد لو كود هذا، يعني هاد لو كود هذا هو اول حاجه كنقيدوا عندنا في لو سيستم، يعني في داك لو سيستم اكسل ولا في المذكره ديالنا. كل كليان كنقيدوا ليه هاد لو كود باش طيرة تجلد الورقه ديال الامانه. او موا هاد لو كود مهم بزاف، يعني مهم بزاف هاد لو كود هذا، خصو يبقى عندكم، يعني خصكم تونريجستروه. اول حاجه كنديرها انا ما كنعمر لي روسو، كنطابي هاد لو كود هذا في لو سيستم ديالي ولا في الوراق في المذكره ديالي ديال كل كليان. دونك هادو هما خمسه ديال الحوايج المهمين في هاد لو روسو هذا. لو روسو كيكونوا فيه اربعه ديال لي زيكزومبلير، يعني اربعه ديال الوراق. الورقه الاولى كتهزها كتلصقها فوق لومبالاج ديالك، يعني فوق الكوليه ديالك كتلصقها مزيان يكون داكشي زوين. الثانيه كتبقى عندك، يعني خصك تارشيفيها. انا كنخدم في الارشيفاج ديال الوراق، نوريكم فين كنارشيف الوراق ديالي. انا نجيبو دابا هادي غير فكره، يعني كنخدم بها، كنجيب بحال هاد اللعبات هادو كيتقامو رخاص. وهنا فين يعني كندير انا المسائل كل حاجه شنو كاين هنا. انا مثلا كاين الوراق ديال لي روسو ديال لونفو، هادو ماشي بحال لي روسو اللي شفنا، انا كنامبريميهم وكناخذ دوك لي زوتوكولون. يعني هاد المسائل غادي نشوفو فيها الوقيته فاش ديفلوبي شويه بشويه. يعني انا كندير هاد الوراق هادو ديال الامانه كل شهر مثلا، اولا كل شهر كنديرو كندير لي هاد المسائل ديالو بوحدو باش غير تبقى واحد البلاصه ديال الارشيفاج. هادي غير فكره دوزنا فيت في دونك الوقيته فاش كنحطو المسائل، يعني فاش كنومباليو. دونك قلنا كاين اربعه ديال روسو، الاول كنديرو فوق داك الكليه ديال الامانه، الثانيه كيبقى عندنا كنارشيفيو، ودوك جوج الاخرين كياخذهم الناس ديال الامانه. المرحله التاسعه اولا الثامنه، وصلنا دابا للمرحله الثامنه، هي نصيفطوا هاد الكوليات. كنهزوا هاد لي كولي ديالنا كنمشيو كنديبلاصاو عند امانه وكنحطوا لهم الكوليات باش يصيفطوهم. عاوتاني باش تصيفط مع امانه قلنا كتصيفط ب 58 درهم 60 درهم، نقولوا حنا 60 درهم طاب ترونسبور فيها كلشي، نقولوا 60 درهم. عندنا قلنا 10 ديال الكولي، يعني 10 ديال لي كوموند 10 ديال لي كولي باش نصيفطوا كل كوليه كنخلصوا عليها 60 درهم، يعني كل كوليه كنخلصوا عليها 60 درهم. عندنا 10 ديال الكوليات، يعني حنا غادي تخصنا 600 درهم، 60 درهم في 10 600 درهم. دونك هنا عاوتاني غادي نرجعوا لذاك الحساب اللي بدينا من الاول. في الاول قلنا تخصنا 500 درهم ديال الادز، 500 درهم ديال لي برودوي، يعني وصلنا 1000 درهم، زائد 600 درهم ديال لي ديال لي لونفوا ديال الامانه، يعني احنا وصلنا واحد 1600 درهم. يعني باش نبداو في اي كوميرس هنا في المغرب غادي خصنا واحد 1600 درهم حتى 2000 درهم، ماشي لهنا 10 ديال لي كوموند فقط. يعني احنا وصلنا واحد 1600 حتى 2000 درهم اللي غادي تخصنا في الاول. دونك هذا من جانب. كنمشيو عند امانه كنحطوا لهم دوك لي كولي، كنعطيو للسيد لي روسو ديالو، كنخلصوا حيت كتخلص من الاول الافونس، وكيمشيو لي كوموند. دابا الوقيته فاش كنصيفطوا لي كوموند هنا راه مازال ما سالينا، يعني كاينه خدمه اخرى، كاينه خدمه اخرى اللي هي لو سويفي ديال لي كوموند. يعني كنشوفوا دوك لي كوموند، كنشوفوا دوك لي كوموند فين وصلوا. مثلا صيفطنا لي كوموند اليوم، اليوم مثلا اثنين، يوم اثنين صيفطناهم كل وحده مشات لشي مدينه، صيفطناهم. اول حاجه عاوتاني لوق لوقيته فاش كنصيفطوهم كنهزو دوك لي كود كنصيفطوهم لي كليون. هذه اول حاجه كنصيفطو لي ان اس ام اس، فوالا راه لا كوموند ديالك راه صيفطناها، هو لو كود باش صيفطنا، يعني باش الكليان يعرف اشنو كدير وفين وصلت لا كوموند ديالو. كتقول ليه فوالا راه صيفطنا لا كوموند ديالك اليوم، غادي تكون عندك ان شاء الله غدا ولا بيت غدا. ديما نقولوا من بعد يومين ولا ثلاث ايام ولا اربع ايام، اولا انا لا بليبار دو طون كنقول لهم غادي تكون عندكم بين ثلاث ايام حتى لخمس ايام، حيت امانه بالضبط بالضبط مع دابا كثرات عليهم الخدمه، هذا واحد كثرات عليهم الخدمه بزاف، يعني حتى لو سيرفيس ديالهم ولا كينقص شويه بشويه. يعني كنتمنى من امانه يزيدوا الدراري، يزيدوا لي غيشي، يعني الدراري اللي كاين في امانه كيديروا الماكسيموم ديالهم. الله يحسن العوان.
دونك كنتمنى انهم يزيدوا لهم دراري ويوسعوا شويه من داك سيرونا في اكادير عندنا داك الكيشي صغير بزاف وتبارك الله الحمد لله كاين بزاف ديال لي كوميرسون يعني كاين تطور في لي كوميرس هنا في المغرب ولكن امانه خاصها حتى هي تسير هذا التطور هذا المهم ان شاء الله لقدام ما عرفناش شنو غادي يديروا دونك انا في لا ليفريزون كنقول للكليان بلي راه غادي توصلك بين 3 ايام حتى 5 ايام كيقول لي امتى بالضبط كيقول لي بين 3 ايام حتى 5 ايام يقدر النهار يقدر النهار يقدر النهار على حساب لا ليفريزون على حساب لي ليفرور اللي غادي يخرجوا المهم كنلقى اون اكسكيوز باش نقنع لو كليون كوم صحيتي الا قلتي للكليان راه غادي توصلك من بعد 24 ساعه الكليان غادي يتسنى 24 ساعه ما وصلتوش في 24 ساعه واخا توصلوا الغد لي ما غاديش يمشي ليها حيت بسيكولوجيكمون درتي معاه الوقت هي الوقت يعني باش ما نضيعوش دي كوموند ونقصوا شويه من لي روتور كتقول لي فوالا بين 3 ايام حتى 5 ايام بحال هكا غالب الاحيان لي كوموند في المدن الكبار مثلا انا كاين في اكادير الا صيفط مثلا المدن الكبار بحال كازا الرباط لا مراكش طنجه كتوصل في 24 ساعه غالب الاحيان بحال المدن اللي بعاد شويه بحال وجده كتوصل في 48 ساعه حتى 3 ايام دونك كل مدينه في شحال ديال الوقت كتوصل هذه من جهه دونك قلنا كنصيفطوا لي كوموند كنصيفطوا للناس لي كود كنقول لهم بلي راه صافي خرجات راه تكون عندك بين يومين حتى 5 ايام ولا بين 3 ايام حتى 5 ايام من بعد الغد لي اشنو كندير بالصباح كنهز دوك لي كود دوك لي كود اللي شفنا ديال الامانه كنهزهم كندخلوا لو سيت امانه كولي بوان ام ا كاين واحد البلاصه نشوفوها دابا نيت دونك قلنا كندخلوا للامانه كولي بوان ام ا دونك لو سيت هو هذا كندخلوا لهاد سويفي ان انفو دونك كنكليكيو عليه دو فوا وهنا كندخلوا داك لو كود داك لو كود غالب الاحيان كيكون او دي ال تي على حساب كل مدينه كيكونوا بزاف ديال الارقام كندخلوهم بوان ام ا وكنديروا اجوتي وكنديروا دونك مثلا نختاروا ان كود بحال هكا وكنديروا هنا افيشي الوقيته فاش كنديروا افيشي هنا كيخرج لينا هاد البلاصه هادي وفي هاد البلاصه كيكونوا بزاف ديال لي ستاتيو كنجيو لهاد الاكسيون هادي هاد البلاصه هادي كنكليكيو عليها دونك الوقيته فاش كنكليكيو عليها هنا كيخرج لينا ليطا ديال الكليه فين وصلات يعني كنشوفوا فين وصلات يعني في الاول كتكون روسي بار لو غيشي اللي صيفطنا ليه يعني مثلا انا في اكادير كيكون روسي بار اجونس ميساجري اكادير وفي نفس النهار يعني في نفس النهار كيكون اكسبيديا فيغ هنا غادي ندويو على لي زيتا ديال لونفوا وكل حاجه اشنو كتعني روسي بار يعني شدوها الناس ديال الامانه اكسبيديسيون يعني خرجت يعني خرجوها دونك في لا دوزيام جورني قلنا كنطابيو داك لو كود وكنشوفو كل كود فين كاين واش اكسبيدي واش ميزون ديستريبيسيون يعني كاين اكسبيديسيون كاين ميزون ديستريبيسيون كاين انستانس غيشي كاين شنو كاين مازال كاين ليفري كاين ليفري هي احسن سيناريو عند كاع لي زي كوميرسون وكاين مازال بون كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيتعاودوا بزاف هما اكسبيديسيون ميزون ديستريبيسيون انستانس غيشي و ليفري دونك اكسبيديسيون اشنو كتعني مثلا انا خرجت سلعه صيفطتها يعني حطيتها الناس حطيتها في امانه مثلا صيفطتها للوجده كنطل الغد ليه يعني اثنين نهار ثلاث كنطل كنطابي داك لو كود كنشوف فين وصلت لقيتها فاش كنلقى اكسبيديسيون يعني مازال شد الطريق مازال ما وصلتش للوجده مازال ما وصلتش لا ديستيناسيون لاش صيفطتها لقيتها فاش كتكون ميز اون ديستريبيسيون مثلا صيفط من اكادير لمراكش وملي طليت في الكود كنلقى ميز اون ديستريبيسيون ميز اون ديستريبيسيون اشنو كتعني كتعني باللي الكليه راه كاين عند الفاكتور يعني خرجها باش يفرقها يعني خرجها باش يديها لو كليون ديالك من بعد كاينه انستانس غيشي مثلا عاوتاني صيفط كليه اخرى لمراكش ولكن في لو سيستيم بانت ليا انستانس غيشي انستانس غيشي كتعني راه كاينه في الغيشي كاينه سوا في امانه يعني هنا كيبينوا لك فين كاينه بالضبط كيقول لك راه كاينه في سونتر دو ميساجري امانه والسونتر دو ميساجري هو يعني كاين شي 6 ولا 7 ديال السونتر دو ميساجري هو السونتر المركز ديال امانه وكاينين غير في المدن الكبار مثلا الا صيفطت لمراكش الا داروا لي انستانس غيشي في سونتر دو ميساجري مراكش يعني كاينه في امانه ديال مراكش
هنا شنو كندير؟ كنعيط على الكليان، السلام عليكم فلان، راه الكليه ديالك راه كاينه في امانه فلان فلانية، الله يخليك الا قدرتي تجيبها. وكتقول لي مثلا امانه راه كيحلوا من 9 حتى 4 باش يعني كتعطي معلومات اكثر باش يقدوا لو بروغرام ديالو باش هو يمشي. الا كانت في شي بوسطه راه كيبينوا لك اين بوسطه فين كاينه، كتقول لي عاوتاني راه كاينه في البوسطه فلان فلانيه، يعني انسونس غيشي كاينه في البوسطه فلان فلانيه ولا في امانه ديال المدينه. من بعد يعني كان فيريفيو لا دوزيام جورني، كان فيريفيو وليفري طبيعه الحال كتعنا ليفري، والفلوس راه كيدخلوك ديك الساعات ولا بلاشيه ولا الغد ليه، يعني الفلوس لوقيتها فاش كتكون ليفري الفلوس راه غادي يدخلوك لو كونط ديالك اللي كتشوف، يعني لابليكاسيون ديال امانه ديال باريد بانك اللي درنا في الاول، كتشوف كلشي من لابليكاسيون ديالك واش دخلوا الفلوس ولا لا. دونك كاين اكسبيديسيون، ميزون ديستريبيسيون، انستانس غيشي و ليفري. بعد الاخرات عاوتاني كطابي مثلا كدير ان كود كتلقى ميزون ديستريبيسيون، يعني الفاكتور خرجها باش كيعيط على الكليان. من بعد بالعشيه كتلقى دوزيام بريزونطاسيون، يعني جوج دوزيام بريزونطاسيون، يعني الفاكتور عيط على الكليان بالصباح، الكليان ما جاوبوش ولا قال ليه جيب عليه بالعشيه. الفاكتور شنو كيدير؟ كيدير بلي راه بريزونطا المره الاولى، يعني غادي نعاود نبريزونطي المره الثانيه بالعشيه او لا الغد ليه، داكشي اللي كتعني دوزيام بريزونطاسيون. كاين حاله عاوتاني يقدر تكون ميزون ديستريبيسيون بالصباح ولكن بالعشيه كتكون انسونس غيشي. شنو كيعني هذا؟ كيعني بلي الفاكتور عيط على الكليان ولكن الكليان ما جاوبوش، الفاكتور شنو دار؟ حطها في الغيشي، يعني ولات انسونس غيشي. انت شنو خصك دير؟ خصك تعيط على الكليان تقول ليه فوالا راه الفاكتور راه عيط عليك بالصباح، راه خرجوها بالصباح، يقدر التليفون ديالك كان طافي، المهم الكليان ماشي هو الخطا، فهمتي؟ دونك ما تقولش للكليان بلي راه هو اللي فيه لا فوت، واخا يقدر يدير هو لا فوت، يعني ما خصكش تبين لي هاد المسائل هادو، حيت انت الهدف ديالك اون فان دو كونت هو تشد فلوسك. يعني كتعيط عليه كتقول ليه فوالا راه خرجت بالاول ميزون ديستريبيسيون، دابا راه انستونس غيشي كاينه في البوسطه فلان فلانيه ولا في امانه فلان فلانيه، راه كتحل من 9 كتسد مع 3، يعني كتعطي له انفورماسيون باش هو يقاد لو بروغرام ديالو. دونك النهار الثاني كتعيط على الناس كاملين اللي مازال ما خداوش اللي انستونس غيشي، كتعيط على الناس واحد بواحد باش يمشيو ياخذوا لي كوموند ديالهم. من بعد ما كدير هادشي مازال ما ساليتيش، خصك تغد لي عاوتاني النهار الثلاث بالصباح كتشوف كلشي، وبلاشي عاوتاني كتشوف شكون اللي خدا وشكون اللي ما خداش. دونك اللي خدا لي ليفري كدير في لو سيستيم عندك بلي ليفري، اللي انسونس غيشي كدير انسونس غيشي في لو سيستيم عندك ولا في الوراق ديالك انا، باش ديما باش تعرف شكون اللي خدا وشكون اللي ما خداش. النهار الثالث عاوتاني نهار الاربعاء كتمشي عاوتاني كتهز عاوتاني دوك لي كود، كطابي عاوتاني دوك لي انسونس غيشي ولا لي اكسبيديسيون باش تشوف لي اكسبيديسيون واش وصلت ولا لا. ولكن اللي كيهمنا هنا بزاف هما لي انستانس غيشي. انستانس غيشي كطابي عاوتاني كتشوف واش خدا الكليان ولا لا، الا ما خداش كتعاود تعيط عليه، يعني ما كتخليش، كتعاود تعيط عليه تصيفط ليه ميساج، يعني بواحد الطريقه اللي هي لابقه ومسائل اللي هما زوينه باش تحفزو انه ياخذ ديك لا كوموند، يعني او ماكسيموم هنا باش تنقص من لي روتور، حيت لي روتور هنا فين كيوقعوا بزاف. يعني كتعيط عليه كتبرصو شويه بواحد الطريقه كيما قلت لكم، هي لابقه صيفط ليه ميساج، صيفط ليه فيسبوك، الله يخليك راه مازال اون انستونس غيشي سير جيبا، فهمتي؟ بالصباح وبالعشيه عاوتاني كتفيريفي كتشوف الناس اللي خداو الكليه ديالهم ودخلوا لك الفلوس ديالهم، ولي انستونس غيشي عاوتاني الغد لي عاوتاني، يعني كدير معاه لو سويفي لمده سيمانه. مده سيمانه مثلا نفترض ما بقاش داك الكليان اللي صيفطي ليه ما بقاش بغا ديك الكليه ولا ما بقاش كيجاوب، فهاد الحاله الكليه كتبقى في ديك المدينه 15 يوم، يعني خصك تسنى 15 يوم باش ترجع ليك، اولا كتمشي عند الامانه كتقول لهم فوالا راه كاينه هاد الكليه هادي، كتعطيه لي كود لهاد الكليه هاد الكليه هاد الكليه، الله يخليك عيط عليهم باش يردوها ولا في السيستم باش يردوها ليا فيت في، وهنا كترجع ليك في اقل من 15 يوم. وديك الساعه كتحاول عاوتاني تبيع لو برودوي ديالك. لا فيديو ديالنا ديال اليوم سالات، يعني حاولت نلخص بالتفصيل المراحل اللي كندوزو منهم باش نبداو واحد البيزنس اونلاين هنا في المغرب. يعني الا نقص شي ايطاب ولا شي حاجه تقدروا تصيفطوا لي ان ميساج في ولا كومونتير في لاباج فيسبوك ونزيدوا من بعد في اون فيديو، ماشي مشكل.
الا درت شي اغلاط طبيعه الحال تقدروا تصحوا ليا، الا كاين شي اضافات اولا شي تساؤلات مرحبا بكم. ان شاء الله في هذا الشهر هذا يعني لا شهر 12 اولا شهر 1 ديال 2019 غادي نبداو واحد لا سيري ديال لي فورماسيون ديال لي كوميرس انا للمبتدئين، واللي غادي نديرو فيهم دي وركشوب ولا غادي نديرو فيهم دي تيست سور بلاص، يعني نقدروا نخدموا يومين ثلاث ايام باش نشوفوا النتائج، يعني ندوزوا من كاع هاد لي زيتاب اللي دوينا عليهم بالتفصيل ان شاء الله. واللي عنده اي تساؤل ولا اي حاجه يبارطاجي معنا، يصيفط لنا كومونتير. كنشكر لجميع الناس اللي كيصيفطوا لي دي ميساج في لاباج فيسبوك ولا كومونتير ديالكم في لاشين يوتيوب، يعني هادشي كيحفزني انني نزيد اكثر ونعطي اكثر المجهود ديالي، يعني ونعطي دي فيديو ونعطي مواضيع، وان شاء الله كنوعدكم بدي فيديو اللي غادي يكونوا زوينين واللي غادي يعاونونا ان شاء الله باش نطلعوا شويه من النيفو ديال الخدمه ديالنا في انترنت انا في المغرب. و بارطاجيو وتامونا وبارطاجيو باش الافاده تكون للعموم. هذا ما كان في هذا الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.